جود يا ميت. يا عم ما تبوظ اللغه بقى. انا سمعت ان عليك اوزي ملوش حل، اما الريش والكباب عيني، وعشان كده انا دايما بستخدم اللحم الاسترالي في كل اطباقي الشرقيه. That's what I'm talking about, mate. علي زينة، يلا الأكل خلص. فين اللحوم الحملاني والأبقار الأسترالية الممتازة تمنح مائدتك نكهة تقليدية.